حقد الميليشيات على الزعيم صالح والنظام الجمهوري تصل حد تشويه تاريخه وإزالة صوره. تفاقم معاناة الصيادين والمجاري تمثل مصدرا آخر لانتشار الأمراض والأوبئة في محافظة الحديدة. مصرع العشرات من الميليشيات الحوثية وتواصل انكساراتها في مختلف الجبهات. أصبحت بالخير مساء المشاهدين، أهلا بكم إلى نشرة الأخبار. سلوكيات تنم عن حقد دفين ضد الزعيم صالح والنظام الجمهوري لدى ميليشيات الموت الحوثية تكشفه تصرفات عناصرها تجاه كل ما له صلة بالشهيد الزعيم علي عبد الله صالح في محاولة لطمس هوية وتاريخ الرجل من ذاكرة الشعب اليمني الذي لن ينسى زعيما ضحى بروحه من أجل الوطن والنظام الجمهوري. الصور الشهيد الزعيم الصالح لم تعد ترتفع على مبنى اللجنة الدائمة، كما تم إلغاؤها من ترويسة صحيفة الميثاق الأسبوعية الناطقة باسم المؤتمر الشعبي العام، والتي طالما تصدرت إضاءتها الصفحة الأولى منذ صدورها في الثمانينات. الصور نفسها دفع محبو الشهيد الزعيم صالح أرواحهم ثمنا لرفعها على محلاتهم ومنازلهم أو سياراتهم، هي ذاتها دفعت الميليشيات الحوثية لمحاولة التخلص منها في كل مكان تستطيع الوصول إليه، لما تمثله من حالة رعب وخوف لديها. ففي إحدى النقاط الأمنية بمحافظة ذمار أرعبت صورة الصالح المعلقة على إحدى سيارة المواطنين، وعندما لم يتمكنوا من إزالتها عمدوا إلى كسر زجاج السيارة وأنهوا حياة صاحبها ونجله. حلاق بإحدى حارات صنعاء رفض تمزيق صورة الشهيد الصالح المرفوعة على جدار محله، فمزقت الميليشيات جسده النحيل إلى أشلاء اختلطت بصورة الشهيد التي حاولت الميليشيات عبثا تمزيقها. ميليشيات الموت الحوثية لم تكتفي بما ارتكبته من جريمة إرهابية بشعة بحق الزعيم علي عبد الله الصالح لإشباع نهمها الانتقامي، بل وصلت في خصومتها حد الفجور وبات كابوسا يؤرقها في منامها ويقظتها، فبذلت قصارى جهدها لتجريف كل ما له صلة به، حيث أقدمت على تغيير اسم جامع الصالح ومؤسسة الصالح التنموية الخيرية، وسبق لها أن استولت وما تزال على قناة اليمن اليوم لتعيد بثها تحت إشرافها، ومنعت العاملين فيها من ذكر أي شيء يشير إلى اسمه، فضلا عن إيقافها لصحيفة اليمن اليوم والمواقع الإخبارية التابعة لحزب المؤتمر، وإمعانا في إجرامها وحقدها الدفين، فقد قامت بالصدو على مقتنيات متحفه الخاص الملحق بجامع الصالح في ميدان السبعين، وإزالة صورته وزيه العسكري وأغراضه الأخرى المعروضة في المتحف الحربي بميدان التحرير بالعاصمة صنعاء. أصبحت معدلات سوء التغذية في اليمن تمثل واحدة من أعلى المعدلات على مستوى العالم، وأصبح الملايين من أبناء الشعب اليمني يعانون من انعدام الأمن الغذائي في البلاد بسبب ممارسات الجماعات الحوثية. تشهد اليمن خلال الفترة الراهنة مستوى غير مسبوق من الجوع أثر بشكل كبير على حياة الملايين من السكان، إذ يعاني 17 مليون شخص من انعدام الأمن الغذائي، والذي يعني عدم حصولهم على الغذاء الكافي. إلى جانب ذلك، أصبحت معدلات سوء التغذية في أوساط الأطفال في البلاد تمثل واحدا من أعلى المعدلات على مستوى العالم. يحاول برنامج الغذاء العالمي إطلاق عملياته الطارئة التي تهدف إلى تقديم المساعدات الغذائية لليمنيين المتضررين من سيطرة الجماعة الحوثية. وفي الوقت الذي يبذل فيه البرنامج وشركاؤه في اليمن تقديم كل الجهود الممكنة للحيلولة دون انزلاق البلاد إلى المجاعة، تواصل الجماعة الحوثية إيقاف وتعطيل إيصال المساعدات وتحويلها إلى دعم للمجهود الحربي. وما حدث مؤخرا من نشوب الحريق بميناء الاصطياد السمكي داخل مخازن المؤن الغذائية يضع الكثير من علامات الاستفهام حول محتوى المخازن وكيف سيدبر السكان احتياجاتهم الغذائية بعد ذلك، في ظل شائعات تفيد بأن الميليشيات الحوثية نهبت محتوى تلك المخازن من المواد الغذائية المختلفة وتعمدت إضرام النار فيها لإخفاء معالم جريمتها.
مليار دولار رقم يحاول البرنامج الغذاء العالمي جمعه لمساعدة الفقراء في اليمن، واليمن كله فقير في ظل سيطرة ميليشيات منعت عنه كل مصادر الدخل بما فيها المرتبات التي كانت تعد طوال الفترات الماضية خطا أحمر لا يجوز تجاوزه أو التنازل عنه تحت أي ظرف، كونه مصروف الأولاد ومصدر قوت الأسرة. يعيش الصيادون اليمنيون أوضاعا معيشية صعبة بعد توقف معظمهم عن الصيد نتيجة الحرب العبثية في البلد واستمرار جرائم وانتهاكات ميليشيات الحوثي في محافظة الحديدة. اضطر الكثير من الصيادين إلى ترك مهنة الصيد مكرهين فيما تكدست القوارب في الميناء، ليصطف الصيادون في طابور البطالة الطويل في البلد المنهك. وجوه متعددة للمآسي في اليمن والتي تسببت فيها ميليشيات الحوثي الإرهابية، لعل أشدها قسوة تلك المتعلقة بقطاع الصيد. الصيادون تضرروا كثيرا، باتت جل أيامهم على رصيف الميناء لأن التحرك إلى عرض البحر للإصطياد أصبح محفوفا بالمخاطر. الآلاف من قوارب الصيد ترسو في الميناء بلا حركة منذ العام 2015. لقد صار ميناء الصيد مصابا بالشلل ما أثر سلبا على حياة الآلاف من الأسر. العاملون في مهنة الصيد يواجهون خيارات صعبة ما بين الفقر الشديد والموت جوعا. ليست المعاناة في مخاطر الإبحار والمنع من الصيد فحسب، بل أن عوائق حوثية أخرى عطلت ميناء الصيد وأوقفت مصادر دخل الصيادين. فهناك ما يسمى المجهود الحربي والذي فرضته الميليشيات الحوثية كرسوم جبائية على الصيادين، ناهيك عن إتاوات أخرى تذهب لدعم جبهاتهم القتالية العبثية والتي فاقمت من حجم معاناة الصيادين، فأجبرت الكثير منهم على ترك مزاولة هذه المهنة. توقف الصيد في هذا الميناء وغيره ناتج عن الإجراءات التي اتخذتها الميليشيات الحوثية، مما دفع بالكثير من أرباب الأسر إلى الاصطفاف في طوابير البطالة مع العشرات من الأطفال والنساء لا يجدون ما يسد رمقهم في ظل هيمنة عصابات تعتاش على دماء الفقراء وأرزاقهم. وفقا لتقرير صادر عن المركز الإنمائي التابع للأمم المتحدة، فأن أكثر من مليون نسمة في الحديدة يعتمدون على نشاط الاصطياد السمكي كمصدر دخل وحيد. أكثر من 50% منهم تركوا مهنة الاصطياد خوفا من الموت. بعيون حائرة يترقب الصيادون كل المستجدات على الصعيد السياسي والتطورات الميدانية على امتداد ساحات الوطن، وأملهم الوحيد أن تزول القمة التي تسببت فيها ميليشيات الموت الظلامية. ويعاني أبناء الحديدة من طفع المجاري في شوارع وأزقة أحيائها، إضافة إلى تكدس النفايات بشكل كبير، وهو ما ينذر بكارثة بيئية وصحية خطيرة، ويفاقم من انتشار الأوبئة كحمى الضنك والكوليرا. هنا الحديدة وهذه شوارعها ملئت بطفح المجاري وركامات النفايات في كارثة بيئية تهدد حياة آلاف السكان التي حاصرت مياه الصرف الصحي منازلهم في استهتار لحياة وكرامة الإنسان. أوبئة كحمى الضنك التي تفتك بأبناء المحافظة وتنتشر فيها بشكل مرعب، سببها مياه المجاري التي تنضح في شوارع وأزقة الأحياء مشكلة بيئة لتكاثر البعوض الناقل دون أن يهتم لذلك أحد. تصعب الحركة هنا، والانتقال من جانب شارع إلى الجانب الآخر صعب ومغامرة، فالمكان سبب لكثير من الأمراض الجلدية والأوبئة. رائحة المكان ليست أقل سوءا من المشهد المؤلم، فرائحة المجاري خانقة للمواطنين وحلت محل رائحة الفل وأريج الكاذي الذي كان يوم كانت الحديدة عروسا للبحر الأحمر. المنظمات الدولية حذرت من كارثة بيئية
وموجة أوبئة جديدة خاصة وباء الكوليرا الذي يفتك بالمئات يوميا، خصوصا أن هذه الكارثة البيئية تتزامن مع شلل في الأداء الصحي ليضيق الخناق على المواطن. هي الحديدة من كانت ذات مساء حاضنة النسيم ورائحة الورد، همزة الوصل بين اليمن والعالم وسلة اليمن الغذائية، يوم كانت الشمس تهديها القبلة الأخيرة ما عادت كذلك، ولا شيء في شوارعها إلا الأوبئة، وفي بواديها دوي المدافع وأزيز الرصاص، والموت واحد وإن اختلفت أساليبه وأسبابه. كل يوم تنكشف أكاذيب الميليشيات الحوثية وتظهر حقيقتهم التي يتسترون خلفها، فهم يحاولون فرض صرختهم وملازم سيدهم الصريح حسين الحوثي على طلاب المدارس، لكن محاولاتهم تفشل في كثير من مدارس أمانة العاصمة التي من تقبع تحت سيطرة الميليشيات، منها مدرسة المنار للبنات في مديرية بني الحارث بمحافظة صنعاء التي خرجت الطالبات فيها للتعبير عن رفضهن لفرض تدريس ملازم الهالك حسين الحوثي وترديد صرخة الموت التي ترفعها الجماعة شعارا لها وشوهت بها جدران العاصمة صنعاء والمناطق الخاضعة لسيطرتها. ولمزيد من التفاصيل حول هذا الموضوع ينضم إلينا عبر الهاتف مباشرة رئيس المجلس التربوي السيد خالد الأشبط. أهلا ومرحبا بك معنا سيد خالد. أهلا وسهلا بكم. بداية، تنامي هذا الغضب من قبل الطلاب والمدرسين لترديد صرخة الموت على ماذا يدل بالتحديد؟ يا سيدتي ليس تنامي، وإنما هذا مرسخ داخلهم كرههم لهذه الجماعة وتصرفاتها، وأيضا بما جاءوا به دخيلا على مجتمعنا، فهم أميمية ليست من مجتمعنا وليست من ثقافة هذا المجتمع، ولذلك رفضتها جميع المدارس بما فيها مدرسة المنار. أول أمس عندما حاولوا فرض هذه الصرخات زينبياتهم، لكن خرجين الطالبات كلهن 4000 طالبة ترفض هذه الصرخة. سيد خالد، هذه الصرخة ظهرت حديثا مع ظهور جماعة الحوثي على مستوى السطح اليمني، ولم تكن موجودة ولم تتخذ أصلا من أي كتب موجودة كانت لديهم، هي مع ظهورها اتخذت حق لم يكن منصفا بحق المعلمين الذين لم يستطيعوا ترديد هذه الصرخة عدم رغبتهم في ذلك. كيف يمكن مواجهة ذلك في ظل مجتمع يمني تعود على شيء معين وتأتي صرخة الموت بشكل مباشر تدخل على مدارسهم؟ حقيقة على المجتمع اليمني أن يتعلم من بناتنا الطالبات في المدارس كيف رفضين هذه الصرخة وكيف يواجهينها في كل مدرسة، وكيف استطاع المعلم والمعلمة في مدارسهم أن أيضا يرفضوها، وهم نتيجة لهذا الرفض يقومون بأساليب وضغوطات كبيرة. نعم. لكن لن يستطيعوا أن يطرقوها إطلاقا. لنذهب قليلا إلى الدورات الثقافية التي تفرضها تلك الميليشيات على المعلمين، بالتالي كيف سيكون التصرف في هذه الحالة؟ طبعا هم حاولوا في البداية تدريج الدورات التدريبية من الأعلى إلى الأدنى، فبدأوا بمكاتب التربية وديوان الوزارة ومكاتب التربية في فروع المديريات ورؤساء الأقسام، واتجهوا إلى المعلمين والمعلمات، عارفينهم أنهم
لن يستطيعوا أن يؤثروا في هذا المعلم والمعلمة، لأن ثقافة المعلم والمعلمة أكبر من ثقافة هؤلاء الجهلاء الذين نعم. دخلوا على المجتمع. ثقافتهم ثقافة وطنية، ثقافة معتدلة، ثقافة الوسطية والاعتدال، ثقافة حب الوطن، حب اليمن. أما هؤلاء ثقافتهم ثقافة مستوردة، وثقافتهم ثقافة سلالية وطائفية، ولذلك عبدوا على أساليب اضطهادية فقط، ولن يستطيعوا فرضها إلا على من ينتمي إليهم من سلاليا أو طائفيا. أما بقية المعلمين 350 ألف معلم ومعلمة لم يؤثروا فيهم إطلاقا في عملية ترهيب فقط وترغيب، سوف تزول مع زوالهم أو في بداية زوالهم، وقسما بالله إنهم زائلون زائلون زائلون. هل بهذا السؤال، لم يبقوا هؤلاء، هل بهذا السؤال كونك أستاذ تربوي في ظل هذه الظروف، ما الذي يمكن أن يقوم به المجلس التربوي والنقابات الألمانية لحماية المدرسين والطلاب على حد سواء؟ طبعا دورنا هو داخل المدارس وفي مكاتب التربية كتربويين، طبعا بالتواصل مع زملائنا وزميلاتنا من المعلمين والمعلمات وإدارات المدارس ومكاتب التربية، استطعنا ان احنا نجنب كثير من تصرفات هذه العصابة. نعم. استطعنا ان احنا نوقف الصرخة في رفض الطلاب والطالبات، وهم اكبر شريحة موجودة في المجتمع، 4.5 مليون طالب وطالبة في المحافظات التي تحت سيطرة هذه الجماعة، رافض لم يستطيعوا فرضها في مدرسة واحدة، حتى في مدارس موجودة لديهم في محافظة صعدة رافض هذه الصرخة. بالتأكيد هم يحاولوا انهم يدخلوا عن طريق المعلم لإقناع الطالب او الطالبة، لكن لم يستطيعوا، لان المعلم ايضا رافض لهذا الثقافة ورافض صرختهم، والكل يردد صرخة الوطن وشعار الوطن بالروح بالدم نفتيك يا يمن، ولذلك لم يستطيعوا فرضها إلا على جزء من عقال الحارات الذي ينتقلوا من مكان إلى مكان ويحاولون أن يربوا هذه العصابة أنهم بيقوموا بعمل جبار وهو توزيع صرختهم في الشارع. لكن في التربية سوف تشوفوا في المستقبل وترون بأم عيونكم أن طالباتنا وطلابنا لن يقبلوا في أفقر مدرسة وفي أكبر مدرسة بصرختهم الخمينية. نشكرك أطلاقاً. جزيل الشكر الأستاذ التربوي ورئيس المجلس التربوي أيضا خالد الأشبط، كنت معي مباشرة عبر الهاتف، شكرا جزيلا لك. تتكدس أكوام النفايات داخل حرم جامعة صنعاء بشكل كبير، الأمر الذي أدى إلى انبعاث روائح كريهة داخل الحرم الجامعي في ظل سيطرة الميليشيات على رئاسة الجامعة وفرض سياساتهم على هيئة التدريس بقوة السلاح. ويشكو طلاب وطالبات جامعة صنعاء من تكدس النفايات داخل الحرم الجامعي رغم فرض إتاوات على المطاعم والكافيتيريا لدفع مبالغ مالية شهريا كرسوم للنظافة تتمثل في تصريف النفايات من داخل الجامعة، غير أن هذه الأموال باتت تذهب إلى الجماعة لتبقى القمامة متكدسة على الأرصفة. ويناشدون الطلاب والطالبات رئاسة جامعة صنعاء بسرعة رفع أكوام النفايات من داخل الحرم الجامعي لتسنى للطلاب مواصلة دراستهم. تتواصل انكسارات ميليشيات الحوثي وخسائرها في العدة والعتاد في جبهة صعدة. مصادر محلية ذكرت أن أكثر من 20 حوثيا سقطوا بين صريع وجريح في مواجهة مع القوات الحكومية في مديرية كتاف شمال غربي محافظة صعدة. وأضافت أن القوات الحكومية أمنت تبة الفرع وجناح الصقر، وأنها تحاصر الميليشيات في مركز المديرية من 3 محاور. كما أفشلت القوات الحكومية هجوما للميليشيات في جبال القذ مولة المحاذية لمنطقة عطفين جنوب غربي البقعة. ومن محافظة صعدة إلى محافظة البيضاء، حيث أفادت مصادر محلية أن مسلحين من ميليشيات الحوثي قتلوا بقصف استهدف عربة عسكرية في مديرية نطع. وأوضحت المصادر أن الميليشيات تقهقرت من مواقع هامة في جبهة قانية، وأن حوثيين سقطوا سرعى وجرحى خلال محاولاتهم الالتفاف على مواقع للقوات الحكومية باتجاه جبل الفالق.
كما دارت معارك بين القوات الحكومية وميليشيات الحوثي ترافقت مع قصف أسفرت عن سقوط عدد من الميليشيا بين قتيل وجريح في الجوف. مصادر محلية أوضحت أن 12 حوثيا سقطوا بين قتيل وجريح جراء قصف استهدف مواقعهم وتجمعاتهم في جبهة المصلوب. وأضافت أيضا أن القصف أدى إلى تدمير آليات عسكرية في الجبهة ذاتها وجبهتي العقبة والمتون، مشيرة إلى أن جبهة المصلوب شهدت معارك عنيفة في عدد من المواقع وأبرزها منطقة الحلو والهيجة. وعلى مقربة من الجوف أفادت مصادر عن انهيارات ميليشيات الحوثي في جبهة صرواحة غرب مأرب جراء الخسائر التي منيت بمواجهات اليومين الماضيين والتي قتل فيها أكثر من 20 قياديا حوثيا. النشرة مستمرة وتتابعون فيها بعد الفاصل. مبادرة مجتمعية في مدينة أب لتوفير رغيف الخبز للأسر الفقيرة والمحتاجة. أهلا بكم من جديد. أطلق شباب متطوعون من أبناء مدينة أب مبادرة مجتمعية خيرية تستهدف الأسر المحتاجة وأصحاب الدخل المحدود. رغيفك حسنات مبادرة تهدف إلى توزيع الخبز على المواطنين المحتاجين وأصحاب الدخل المحدود والنازحين. تقوم فكرة المبادرة على استقبال التبرعات المالية والعينية وتسليمها لمخابز في المدينة والذين بدورهم يتكفلون بصرف أكياس الخبز للأسر وفق كروت الصرف المعتمدة. ويسعى الشباب المتطوعون بالتنسيق مع عقال الحارات إلى تقديم العون للأسر الفقيرة والمحتاجة من خلال جمع البيانات للفئات المستهدفة بدقة ومنحهم كروت الصرف المعتمدة للمخابز التي تم التعاقد معها لتوفير رغيف الخبز لتلك الأسر بشكل يومي. وتستهدف المبادرة في المرحلة الأولى نحو 1200 شخص يوميا من فئات ذوي الاحتياجات الخاصة والفقراء والأرامل والأيتام والنازحين. مصرف سوريا المركزي ينفي طباعة ورقة نقدية فئة 5000 ليرة. وأسعار النفط تقفز إلى أعلى مستوياتها في أكثر من 3 أعوام أثناء التعاملات الآنية وانضمام العلامة التجارية الروسية لدى لقائمة 50 علامة تجارية للسيارات في العالم. هذه الأخبار وغيرها نتابعها في الملف الاقتصادي. نفى مصرف سوريا المركزي طرح ورقة نقدية من فئة 5000 ليرة ودعا في بيان المواطنين ومختلف الفعاليات الاقتصادية إلى توخي الدقة وعدم تصديق أي خبر ما لم يكن مصدره المصرف المركزي. واستقر سعر صرف الليرة هذا العام على 438 ليرة مقابل الدولار وشكل ذلك بيئة عمل مناسبة للحركة التجارية والصناعية وسمح بتحقيق نتائج إيجابية للنشاط الاقتصادي عموماً. وصلت الليرة التركية تسجيل مستويات قياسية منخفضة جديدة مقابل الدولار واليورو مع تنامي قلق المستثمرين بشأن توقعات السياسة النقدية والتضخم. وهبطت العملة التركية إلى أدنى مستوى لها على الإطلاق مقابل الدولار منذ 14 عاما موسعة خسائرها منذ بداية العام إلى 9.4%. وأمام العملة الأوروبية هبطت إلى مستوى قياسي منخفض. قفزت أسعار النفط إلى أعلى مستوياتها في أكثر من 3 أعوام أثناء التعاملات الأنية وجرى تداول عقود خام القياس العالمي مزيج برنت وخام القياس الأمريكي غرب تكساس الوسيط عند أعلى مستوياتها منذ 2014. وألقت المخاوف الجيوسياسية بظلالها على مخزونات الخام العالمية كمحرك رئيسي للأسواق إذ قفزت عقود برنت 2% لتصل إلى 72 دولار و46 سنتا للبرميل مسجلة أعلى مستويات لها منذ أوائل ديسمبر 2014. وصعدت عقود الخام الأمريكي 2% إلى 67 دولار و45 سنتا للبرميل.
انضمت العلامة التجارية الروسية لادا لقائمة 50 علامة تجارية للسيارات في العالم من حيث الشهرة. وفقا لإحصائيات شهر فبراير تم بيع أكثر من 29 ألف سيارة، وتحتل لادا المرتبة 44 المتوسطة بين شركة لاند روفر البريطانية وشركة بايك الصينية، فيما تزعمت شركة تويوتا اليابانية سوق السيارات حيث باعت أكثر من 46 ألف سيارة، فيما حلت شركة فوكس فيجن الألمانية المرتبة الثانية حيث باعت أكثر من 445 ألف سيارة، بينما باعت فورد الأمريكية نحو 415 ألف سيارة سنويا. لم يتبقى لدي سوى التذكير بالعناوين: حقد الميليشيات على الزعيم صالح والنظام الجمهوري تصل حد تشويه تاريخه وإزالة صوره، تفاقم معاناة الصيادين والمجاري تمثل مصدرا آخر لانتشار الأمراض والأوبئة في محافظة الحديدة، مصرع العشرات من الميليشيات الحوثية وتواصل انكساراتها في مختلف الجبهات. مشاهدينا شكرا للمتابعة، إلى اللقاء.